واحد بيقول التجديف على الروح القدس لا يغفر في هذا الدهر ولا في الدهر الآتي. هذه الخطية هي خطية عمد، والمنتحر يعمل خطية عمد. رجاء توضيح موقف هاتين الخطيتين. هو يلزم لصاحب السؤال ان يعرف ما معنى التجديف على الروح القدس. التجديف على الروح القدس معناها رفض الروح القدس رفضا كاملا مدى الحياة. فمدام الانسان بيرفض الروح القدس رفضا كاملا يبقى مش هيتوب، لان هو التوبة بتيجي نتيجة عمل الروح القدس في القلب، يبكت الانسان على خطية ويشجع الانسان على الحياة الروحية. لكن مش مجرد تجديف بالمعنى اللي انت فاكر، يعني واحد شتم في الروح القدس ولا حاجة. بدليل ان الذين انكروا لاهوت الروح القدس لما تابوا قبلتهم الكنيسة، لان التجديف الحقيقي هو رفض كل عمل للروح القدس في القلب مدى الحياة. فان رفضوا مدة ورجع تاني يبقى ما رفضوش رفض كامل، يبقى ده مش تجديف. اما المنتحر فهو مات في خطيته، يعني ارتكب جريمة قتل ما تابش عنها، ارتكب خريمة القتل ومات، وارتكب خطية يأس وعدم رجاء ومات، وجهل بالحياة الأخرى، وظن ان الموت بالانتحار ينجيه من متاعبه، ومش عارف ان ده جايز يدخله في متاعب أكثر. دي غير دي.